السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا إخواني في درس جديد من دروسنا في كورس CCNA Voice. معكم محمود من موقع عرب هاردوير، ونبدأ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كورس CCNA Voice المقدم لكم من موقع عرب هاردوير تحت إشراف طبعا مشرفنا شريف ومشرفنا لومارك، استاذ لومارك، و ايه بقى ايه بقى نعمل ايه نعمل ايه اهو طبعا خدنا المرة اللي فاتت الدايل بير، وايه فكرة الدايل بير، وايه هي الكوليج، وقلنا اللي هي البوتس اللي بتبقى تراديشنال تليفوني او البورت متوصله ببورت، اما اللي طالع على الوان بتبقى فويب، دايل بي فويب. وقلنا اللي هو ده الديفاين راوت باس، راوت باس لو ده بيكلم ده الراوت باس بتاعه. وقلنا كل ليج دي بتبقى اوت باوند ده او ان باوند ده. طبعا دي الرسمه دي غلط، كده هتبقى كده، ده ان باوند وكده اوت باوند، وهنا ان باوند وهنا اوت باوند. تمام كده الكلام اهو، الكلام مظبوط هنا كده، وهنا ان باوند وهنا اوت باوند. وضربنا امثله اللي بتماتش على الاي بي ادريس، والتانيه بتماتش على البورت نمبر. وقفنا ايه بقى لغاية فين؟ عايزين ناخده بقى دي المرة دي كده. طبعا احنا اتفقنا ان واحدة inbound هنا، واحدة outbound، ماشي. ده الفويس ده 100 بيكلم 200، طيب. رفعت السماعة، ناخده مثالنا عم محمد وعم أحمد. أدي عم أحمد أهو بيكلم عم محمد، وابتدى يرفع المكالمة ويرفع السماعة ويتصل يتصل المكالمة ويقول ألو السلام عليكم، عايز أكلم عم محمد. طيب جميل، لما هيجي هو يطلب الرقم، الرقم ده بيماتش هنا على اساس ايه؟ ان واوت. بيماتش هنا على اساس الان على كذا حاجه، بيماتش ان هو الرقم ده طلب الرقم 100، طلب 200، ال 200 ده بيماتش هنا على اساس كذا حاجه، ماشي. وبيطلع لفوق على شبكة الوان بيماتش على كذا حاجة، الاوت بيماتش على كذا حاجة. طيب جميل، احنا اتفقنا ان احنا بنكتب اللي هو اللي طالع على الوان بنكتب فويب، ماشي. طيب وبنكتب فيه السيشن تارجت، اتفقنا الاي بي اللي رايحه، يعني ده مثلا 10.10.10 واحد، وديستنيشن باترن. قلنا يعني ايه ديستنيشن باترن؟ الباترن اللي هو رقم التليفون اللي هو رايحه، يعني بيماتش على اساس رقم تليفون. طيب اقول لكم حاجه حلوه، نفكر ان ده كده ورايح طبعا لواحد هناك كده ومعدي على شبكة وان، نفس الرسمة بتاعتنا، معدي على شبكة وان بيستين، ده الوان، ده البيستين، وده الوان، ماشي. ونفترض اللي هو رايح كده، خلينا في الوان الاول. البيستين هيبقى ايه؟ بوتس.
لا خلينا في الفويب، خلينا الاول ده مش ايثرنت سويتش. لا ايه ابتدي بقى تعالى كده، تعالى كده، تعالى كده، ده نفترض ان ده الاي بي فون، ماشي اتفقنا ان في واحد هيروح كده ان وده الاوت. طيب وطلع الوان اكن ده متوصل، احنا دلوقتي هنعمله كونفيجريشن هنا بس. ماشي قلنا بنقول فويس، حطوا تاج رقم. في ناس بتعمل الرقم ده عشان تفتكر الدايل بير بتعمله ايه، رقم تليفون. ماشي الرقم ده رقم تليفون او ده رقم تليفون على اساس ايه، الدايل بير اللي هو ايه بيماتش عليه الرقم، انا بتصل بده فهيماتش على ايه، قلنا ديستنيشن باتر. تعالوا ايه يعني اي، بس هو اي رقم مفيش مشاكل يعني لو عملته اي رقم. ماشي طلع ايه بقى، قلنا ده كله ايه، ما خلاص اللي بيستخدم البوتس والفويب الحاجات دي ما بتستخدمش، قلنا ما بتستخدمش دلوقتي. ماشي المالتي ميديا طبعا سيبكم منه دلوقتي، يبقى احنا قلنا فويب لان طلع الوان. ماشي ماشي قلنا اول حاجه نقوله ايه، ده هيتصل برقم كام، قلنا 100 هيتصل ب 200، يبقى نقول الرقم اللي طالع 200 الاوت ده، الاوت اهو فويب دايل بي كولكت اوت. تعال نشوف واحده كده ايه، اي فويس نتورك ماشي فويب ده الاوت، طلع الاوت. ماشي ليه بقى، لانه طالع للتليفون التاني اللي هو عندنا في التوبولوجي اللي هنا اهو، ده اوت كده طالع اوت هنا، يبقى طالع ايه بقى رايح لايه، رقم كام، يبقى ديستنيشن باترن 200. طيب يبقى نقول الرقم اللي رايح ل 200، يبقى المكالمة كده أول ما يرفع السماعة، أول ما يرفع السماعة من أحمد ويطلب المكالمة هنا إن، مالناش دعوة بالإن دلوقتي هنشوفه بعدين، خليها في الأوت، هتماتش كده إن أكنها هتماتش، وبعد كده تماتش على أساس إيه بقى، ال destination باترن. ماشي يجي هنا بقى إيه، طالب كام، 200 200 200 اه ده انت عندك 200 لو عايز تروح له كونفيجريشن دايل بير، لو عايز تروح له ال 200 ده موجود على الاي بي ادرس.